جولة ثقافية نبداها من مهرجانات طرابلس اللي بتختتم فعالياتها بكرة مع عرض راقص مع فرقة جورجيا ليجند. هالعرض ببلش على الساعة 8:30 المساء بمعرض رشيد كرامي الدولي. اللغة الأم أو ماذر تونغ عنوان العرض الراقص المنفرد لبيير جاجا. بيير يلي ما عنده القدرة على النطق أو السماع بيعتبر الرقص هو الوسيلة الوحيدة ليعبر على كل شيء عم بيصير جواته. رح بيرافق بيير عزف مباشر مع شريف صحناوي وتوني علية، عرضين ب 16 و17 شهر بمسرح الجميزي على الساعة 8:30 المساء. تدعي دار أشهد أنطوان إلى حفل إطلاق كتاب جمانة حداد الجديد الجنس الثالث بنسخته العربية والإنجليزية، وذلك نهار الأحد 24 الأول بمسرح مونو بالأشرفية على الساعة 8. رح يتخلل الحفل عرض لفيلم قصير عن الكتاب ولوحة راقصة، بالإضافة إلى أداء غنائي وقراءة شعرية بتشارك فيهم الكاتبة جمانة حداد. رح ننتقل إلى مسرح المدينة يلي بيستقبل ابتداء من 10 تشرين الأول لغاية 22 تشرين الثاني مسرحية بستان الكرز. بستان الكرز يلي كتبها أنطوان تشيكوف رح يخرجها هالمرة بهالنسخة الجديدة المخرج كارلوس شاهين، وهي من تمثيله، بالإضافة إلى رندا أسمر، كارول حاج، فؤاد يمين، سينتيا كرم، موريس معلوف، حسام صباح، علي سعد وغيرهم. تدعي سفارة المكسيك بلبنان بالتعاون مع وزارة الثقافة وجمعية متروبوليس إلى تظاهرة سينمائية بعنوان Mexican Film Journeys. هالتظاهرة السينمائية يلي انطلقت قبل امبارح بسينما متروبوليس بتستمر لغاية 4 شهر، واليوم موعد مع عرض فيلم سبيرال للمخرج خورخي بيريز سولانو. No es normal que un pueblo se quede sin hombres. ¿Y como para qué quiere usted a los hombres, padre? Esos lamentos están buenos para nosotras. Esa cara no es más que de abandono. ¿Y ahora qué vas a hacer? Dios no va a dejar que me falte. Para eso le rezo todos los días. بيقدم الكونسيرفاتوار الوطني حفل بضم الأوركسترا الفيلارمونية اللبنانية بقيادة هارود فازيليان وعزف بيانو مع عزفة البيانو الصينية جياسين تيان. الموعد اليوم الساعة 8:30 المساء بكنيسة القديس يوسف مونو. يستقبل مسرح مونو اليوم وبكرة عرض لمسرحية أرلوكان بولي بارلامور من إخراج توما جولي. توما جولي المخرج الفرنسي يلي نال جائزة موليير لأفضل مخرج مسرحي، والعروض على الساعة 8:30 المساء.
الدورة الـ15 من مهرجان بيروت الدولي للسينما بتنطلق بـ7 شهر وبتستمر لغاية 15 شهر مع مشاركة أكثر من 28 بلد. بإطار هالعروض عرض لفيلم إيمي عن المخرجة الإنجليزية راحلة إيمي واينهاوس، الموعد بـ12 شهر بجراند سينماز أبيسيد باي على الساعة 8:30 المساء. She was highly intelligent, the most intelligent person I knew. She was so utterly authentic. Amy, just give us a smile and then we can turn the camera off. Do you promise? She had such an emotional relationship. المعهد الوطني للغطس الـ NISD بيدعي لحملة لتنظيف الشاطئ اللبناني، وذلك نهار الأحد 4 الشهر. الانطلاق رح بيكون من الزيتونة باي وعلى طول الكورنيش البحري. الدعوة مفتوحة لجميع الغطاسين وذلك ابتداء من الساعة 8:30 صباحا. وعم نشوف هلأ مشاهد من الحملة يلي تمت سنة الماضية بنفس الإطار، فإذا لحماية الشاطئ اللبناني من التلوث والنفايات. جولتنا الثقافية والفنية وصلت لختامها، بس اليوم الجمعة وموعد ثابت مع زميلنا يقظان التقي. واليوم وبإطار وضمن المجازين السياسي جولة أفق سياسية شاملة بالقضايا المحلية والإقليمية والدولية مع وزير العدل السابق الدكتور شارلز يلي هو ضيف المجازين السياسي على إذاعة الشرق. والحدث الثقافي ببيروت الأبرز المنتظر الأسبوع المقبل وهو افتتاح أبواب متحف سرسق بالأشرفية مع الوزير الدكتور طارق متري. نحن لكينا جولتنا الثقافية، رح نرجع نختمها مع خبر أخير. والشيخ أحمد الحويلي والموسيقى زياد سحاب بيدعو نهار 9 الشهر، نهار الجمعة 9 الشهر، إلى توقيع ألبوم مشترك بضم كل الأعمال يلي قدموها مؤخرا بالأشهر الماضية. والموعد رح بيكون بمدرج بيير أبو خاطر بالجامعة اليسوعية ببيروت. وصلت جولتنا لختامها، رح ننتقل هلا لعن جوال لناخذ فكره عن حركه السير لليوم. المؤهل الاول محمد معتوق معنا من غرفه التحكم للمرور ببيروت بيحكينا اكثر عن حركه السير. مرحبا. ايه صباح الخير. يا صباح الخير، تفضل. يعني اكيد يعني مثل كل يوم عندنا حركه صباحيه، بس اليوم اخف لنهار الجمعه، في مدارس كلها كنا فيها عطله. ما عم بسمعك. مثل كل يوم عندنا حركه صباحيه خاصه على داخل بيروت. نعم. ونهار الجمعه بيكون اخف شوي، بيكون في عندنا بعض المدارس عندها عطله. مزبوط. نعم. حركه السير شوي تدريجيا. عندنا نبلش من مدخل الشمال لمدينه بيروت، عندنا بتبلش حركه ناشطه جدا خاصه من منطقه جون مفرق غزير حتى نهر الكلب، بيرتاح السير بعد منها باتجاه النقاش. بتبلش عندنا حركه ناشطه جدا من النقاش لا اكيد لانطلياس جيل الدي بالدوره الفرن دي بيروت مدخل الشمالي لمدينه بيروت. معنا ولكن عندنا حركه ناشطه على هذا المحور. مدخل الجنوبي لبيروت عندنا حركه ناشطه خاصه على نفق خلدي، كان في عنا سيارة معطلة اللي عملت شوية حركة ناشطة، وكمان الخط اللي بيغد باتجاه شوي فات والأوزعي عنا حركة ناشطة على هذا المحور. نعم. الخط نازل من الجبل عنا حركة كثيفة خاصة على كويع عرية باتجاه بيروت، بعد منها بيرتاح السير باتجاه بيروت. نعم. داخل العاصمة عنا حركة ناشطة خاصة على مدخل نفق سليم زين باتجاه وسط بيروت. عنا على الروشة كورنيش البحري باتجاه عنا مليش عنا حركة ناشطة، برج المر الحمراء والأشرفية ساحة ياسين الحكمة، ومن العدلية المتحف بربير كورنيش المزرعة حركة على هذا المحور. بضواحي بيروت عنا حركة ناشطة خاصة على التقاطعات اتحاد خباز الصالومة من جسر واطي باتجاه سوق الأحد، وكذلك الأمر عنا من الحدث الكفاءات باتجاه الشويفات
حركة ناشطة على هذا المحور. هذا بالنسبة لحركة السير ضمن بيروت وضواحيها. نعم. بالنسبة لحوادث السير خلال 24 ساعة الماضية صار في تدني بالحوادث، صار عندنا 3 حوادث نتج عنهم 8 جرحى. الحمد لله. بس أكيد السرعة، بس عندنا تدني بالحوادث بصير في عندنا سرعة بالرادار، بصير في عندنا كلفة عالية. يعني مخالفات الرادار امبارح كانت 675 مخالفة. عظيم، طيب إن شاء الله على انخفاض. شكرا لك المؤهل الأول محمد معتوق، يعطيك العافية، بنحكيكم بكرة. بريك جديد ومنرجع لمتابعة أخبار الصباح مع تقاريرنا، خليكن معنا.